سلام. فلا ماء هناك ولا طعام ولا فرج يلوح ولا رشا. تمزقكم صواريخ الأعاجي وينفس فوق ساكنه البناء. رأيت يدا في قبضتها رقيف وألعاب تدرج والدماء. وأما في يدها نصف طفل تفر به فأدركها البلاء. ومشفى يتقون القصف فيه فلم يقهم من القصف الوقاء. فآه للطفولة كيف يذري براءتها بقسوة العداء. وكم تحت الركام صراخ شيخ وجرحى تستقيد ولا دواء. مشاهد تتلف الأكباد حزنا وتسهرها بصرختها النساء. كأن العالمين بلا قلوب وأعينهم يغطيها الغطاء. لقد خلق الإله الحقد داء وأسئدة اليهود له وعاء. يبيدون البلاد ومن عليها وهم من كل ما اشترحوا براء. فما معنى الرجولة إن قلتها وعادت الحمية والإباء. أحبتنا بقزة إن قومي وإن داق الفسيح بهم قذاء. نشاطر